السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أنا أعتذر، أنا I thought it's 6 o'clock، يعني كنت أظنها في الساعة السادسة، مع أني أنا تذكرت الآن الذي طالبت بأن تكون 5:30، فمعذرة منكم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ إن شاء الله، سنقرأ من كتاب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن كثير رحمه الله. سنبدأ من المفصل، وإن المفصل يبدأ من سورة قاف، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيرجح الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، خلافا لمن قال أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات، وإنما سمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل فيه، حيث أنه يكثر الفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم لقصرها. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المفصل هو لباب القرآن، المفصل هو لباب القرآن، يعني روح ولب القرآن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فضل بالمفصل عن سائر الكتب السماوية، أن هذا القرآن فضل عن سائر الكتب بما جاء في المفصل من السور، فإنه قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كانت سورة أو الطوال من القرآن تعدل التوراة، تعدل التوراة، وهي السبع الطوال، والمئين كانت مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. وقد روي من أوجه أن السبع الطوال تعدل التوراة، والمئين تعدل الزبور، والمثاني تعدل الإنجيل، وفضلت بالمفصل. ولا يعني مثل هذه الروايات محل تأمل، لكن المقصود أنها أن المفصل أمره عظيم. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن المفصل نزل بمكة فمكثنا حججا، يعني سنين، نقرأه لا ينزل غيره. فإن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر رباهم الله بهذه السورة العظيمة التي جاءت في المفصل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة السور التي في المفصل كثيرا جدا في صلاته، لا سيما في صلاة العشاء وصلاة المغرب، ويسمع الصحابة رضي الله عنهم في الجمعة والعيدين منها، فإن هذه السور سور عظيمة يجدر بالمسلم العناية به ويربي نفسه عليها. ونقرأ إن شاء الله أول كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، ويعني ننظر ماذا قال رحمه الله تعالى في هذه السورة. نعم، بسم الله، من سيقرأ؟ فاطمة، بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة قاف، وهي مكية، وهذه السورة هي أظن هي سورة قاف، سورة قاف، وسميت بسورة قاف لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. طيب، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا اللفظ سورة قاف. الذي جاء في أكثر كان يقرأ قاف طيب في العيد، واقتربت الساعة، وفي أكثر الروايات أنها سميت، في أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سميت قاف والقرآن المجيد، هكذا قاف والقرآن المجيد. وذكر صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن أن اسمها الباسقات، أنها قيل أن اسمها الباسقات، يعني على تقدير النخل الباسقات. وتسمية السور، تسمية السور على أنواع، بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هناك أسماء وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، يسمونها الإخلاص، يسميها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني، واضح؟ وبعضها الصحابة رضي الله عنهم يسمونها في النصوص والأحاديث قرأ بكذا قرأ بكذا، وبعضها عن التابعين رضي الله عنهم، وبعضها عن بعض العلماء، يعني حتى متأخرين عن التابعين قد يطلقون أسماء على السور، وهذه الأسماء غالبا ما تكون مأخوذة من إما معان أو ألفاظ تتميز بها السورة، مثلا عندك سورة بني إسرائيل يعني معنى واضح في السورة الإنسان، أو لفظة غريبة في السورة، أو لفظة غريبة متميزة لا يكثر ذكرها في القرآن، لا يكثر تتميز بهذه السورة، الضحى. ومن هذا قاف، إنه الحرف ما جاء ذكر قاف في غير هذه السورة كلفظ الهجاء، وتسميتها بقاف حرف القاف. لو تأملنا السورة ونحن نقرأ ستجد أن حرف القاف تكرر كثيرا في هذه السورة، تكرر كثيرا، الكلمات اللي فيها حرف القاف كثيرة، ومن أكثر الكلمات التي ترددت كلمة القلب وكلمة الحق. ولا شك أن هذه السورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تؤصل أو تضمنت أصول الإيمان، وهو الحق، والإيمان يكون في القلوب ويرسخ في القلوب، وهذه السورة بالذات لها معنى عظيم، وسيأتي معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها عناية عظيمة، ومعنى كونها مكية أي نزلت بعد الهجرة، أي نزلت بعد الهجرة، معنى كونها مكية أنها نزلت قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة، وليس بالضرورة أنها نزلت في مكة، فلو نزلت سورة مثلا بالطائف أو النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة الطائف مثلا وهي قبل الهجرة سميت مكية، ولو نزلت سورة في تبوك أو في مكة بعد الهجرة سميت مدنية. طيب وهذا معلوم، وقد يقع خلاف بين العلماء رحمهم الله في يعني في تسمية السورة، أو في نسبتها إلى مكة أو مكية أو مدنية، أو بعضها مكي وبعضها مدني، ويقرر هذا علماء التفسير. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنها مكية نزلت بعد سورة المرسلات، بعد سورة المرسلات. والصحابة أيضا كان لهم عناية بمعرفة ترتيب نزول القرآن، بل كان مصحف علي رضي الله عنه وأرضاه مرتبا على نزول القرآن، فأول سورة فيه أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك، والثاني السورة التي تليها، وهكذا، فكان مرتبا على نزول السور ومتى نزلت أول واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. لكن هذه من المصاحف التي أحرقت، واجتمع الصحابة على الترتيب الذي ترونه الآن،
بين أيديكم وأصبح إجماع بين الأمة لا يجوز الخروج عليه، لأنه مما تقرر وإن لم يصح إسناد هذا الحديث، لكن اتفقت الأمة على صحة هذا المعنى، وهو أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النص الموجود بين أيدينا والترتيب أنهى هذا الخلاف الذي كان موجود، لكن بقيت بعض النصوص والآثار التي تبين لك ترتيب بعض الصور، وهذا يكون فيه فائدة، يكون فيه فائدة لمعرفة تتابع الأحداث وعلاقة نزول القرآن بالأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ويعني نسيت نفسي، يعني المفترض أن هذا قراءة لكن ليس شرحا، لكن لا بأس من التعليق أحيانا بما يفتح في هذه المجالس الرمضانية، لأن المقصود ليس كثرة المقروء، بل يعني يكون مجلس من مجالس التدبر والتأمل. نعم، بسم الله. وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات، وأما ما يقوله العامة إنه من عامة فلا أصل له، ولم يقل يعني الحزب، لأن الصحابة كانوا يحزبون القرآن، يعني أقسام يجزئونه، فهو المقصود هذا حزب المفصل، جزء المفصل. وعما سورة النبأ أن هي المفصل لا أصل له. نعم. ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. نعم، هنا فائدة، معلش طولي بالك معي، وهنا فائدة أنه ليس كل خلاف له حظ من النظر، لا سيما خلاف المتأخرين بأمر لم يرد مطلقا عن المتقدمين، فهو ما اعتبر كلام بعض المتأخرين من عامة الناس ولا ينسبون إلى العلم أصلا، لكن العلماء الأوائل استقر قولهم على خلاف ذلك، فلا يحدث مثل هذا القول. نعم. والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه، باب تحزيب القرآن، ثم قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا قران ابن تمام، أقرأ يعني أحال الإسناد يعني، وأيضا حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد بن سليمان بن حيان، وهذا لفظه عن عبد الرحمن بن يعلى. إذن قران بن تمام وأبو خالد سليمان بن حيان كلاهما يحدث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده. نعم، قال عبد الله بن سعيد في حديثه. نعم، حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائما على اللي هو مين الذي كان في وفد ثقيف؟ اللي هو أوس بن شعبة. قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، ثم يقول: لا سواء، وكنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة. هذه يسمونها علماء الحديث إيش يسمونها؟ إدراج. ومن فوائد الإدراج زيادة فائدة، يعني أنت لو تقرأ الحديث كذا قال: فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، ثم يقول: ولا سواء، وكنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة.
لكن مسدد أراد أن يبين لك وين كانوا مستضعفين المسلمين، قال بمكة. نعم. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت علينا الليلة. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت لحظة أن شوي، أجده. لا لحظة بس، أرجع إلى قول مسدد بمكة. هنا نص على أن الذي قال مسدد، حتى لا تفهم أن هذا من كلام الصحابي، وإنما هذا من تفسير مسدد، وهو عالم متأخر، حتى لو ما ينسب هذا إلى قول الصحابي، فلذلك ينبهون العلماء من الذي أدخل هذه اللفظة، حتى إذا حصل تعارض يصير في ترجيح نعرف من صاحب هذه القول. عفوا، لقد أبطأت علينا الليلة. نعم، مرة ثانية. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن عن أبي يعني بكر يقسمون، يعني يقسمون القرآن كذا 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 سورة ثم 13 سورة ثم حزب مفصل. طيب، ما هي هذه الأرقام؟ ماذا تعني؟ سأشرحها لك. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر. أقرأ هذه الفقرة شيخ. نقرأ الكتاب كما هو. نعم. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به، ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعدهن سورة قاف. بيانه 3 البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، و7 يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9 سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، و13 الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه، ولله الحمد والمنة. لحظة شوي، ممكن أحد ممكن يقول لي إذن الصحابة كانوا يختمون القرآن في كل ماذا؟ بناء على في كل سبع؟ في كل 7 ليالي، ما شاء الله، كل 7. إذن الليلة الأولى يأخذون 3، والثانية 5، والثالثة 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13 سورة، ثم المفصل. يختمون كل 7، هذا حزبهم أول وردهم من القرآن. فإذا جاء رمضان زادوا على ذلك، ختموا في أقل. بس حتى نعرف يعني لما قام هؤلاء الصحابة ومكانتهم. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت. فرواه قال قال بقاف، هذا دل على أن سورة اسمها قاف. نعم. ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به، وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر فذكره. يعني إيش معنى قوله من حديث مالك به؟ قال وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به،
ارجع للحديث قبل شوي. قال أحمد حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد. طيب لما يقول لك وأهل السنن الأربعة من حديث مالك، يعني أهل السنن الأربعة ومسلم يروون نفس الحديث، طيب كما رواه أحمد، لكن يتفقون مع أحمد من مالك، فهم عندهم أيضا الحديث من رواية مالك عن ضمرة، لكن من قبل مالك؟ أحمد عنده عبد الرحمن بن مهدي، ليس هذا ما عند أصحاب السنة، عندهم رجل آخر روى عن مالك، ومسلم عنده رجل آخر روى عن مالك، واضح؟ فلما يقول لك من حديث مالك به، يعني يلتقون مع مالك به، يعني بمثله، يعني بمثل هذا الإسناد. طيب وباللفظ، وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة، إذن مش من طريق مالك. عند مسلم رواية أخرى مالك وفليح كلاهما سمع الحديث من ضمرة. طيب عن عبيد الله. طيب سؤال، إيش الفائدة من هذا؟ إذن إحنا عندنا أربعة مثلا أو ثلاثة سمعوا من مالك نفس الحديث، فهذا يدل على أن هذا الرجل ضابط، لأن ما سمعوا في نفس الوقت في نفس المجلس، وكلهم اتفقوا اللي مالك قال نفس الكلام. ثم عندك واحد لو قال طيب مالك يمكن، ها نقول لا، فليح سمع من ضمره مثل ما سمع مالك، والأربعة اللي سمعوا مالك يؤكد أن عبد الرحمن بن مهدي أيضا ثبت. فهذا التنوع في الروايات والأسانيد يعضد أيضا، يكشف لك إذا كان في سقط، أو يكشف لك إذا كان في أحد ضعيف أو يروي رواية غير المشهورة، فتعرف أن هذا يخلط وهكذا. نعم. حديث آخر، وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم أيضا من حديث ابن إسحاق به. وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. نعم. أما حديث ابنة الحارث بن النعمان ابن النعمان، والله الآن ما أذكر أني وقفت على اسمها، لكن لو أحد بحث لنا ما هو اسمها. هذه أم هشام بنت حارثة، ما أذكر الآن اسمها أو أني وقفت على اسمها، أحتاج إلى من يراجع. المقصود أنها تكون ما حفظت، كان تخبز في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تستخدم تنور النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سنتين أو أقل، سنة وزيادة، مرة عبرت بسنة وبضع سنة أو سنتين بالتقريب، فمعناها أنها كانت ملاصقة للمنبر، قريبة من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما تعرفون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيد عن المنبر، فكانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. طيب وحفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف في الجمعة من كثرة ما يرددها، يعني في خلال هذه السنتين سمعته يقرأها كثيرا،
وليس هذا الدليل على أنه كان يقرأها في كل جمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة الجمعة مقصورة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال في الجمعة بغير سورة قاف، وليست كل جمعة كانت مجرد قراءة سورة قاف. واختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كاملة أم يقرأ أولها. بعض أهل العلم قالوا كان يقرأ أولها فقط، وبعضهم أنكر قال ليس هناك دليل على أنه قرأ أولها فقط، ولكن الذي يظهر كما قال بعض الشراح وعليه كثير من أهل العلم أنه كان يقرأ منها كثيرا، فمرة يقرأ مرة قرأها كاملة، مرة يقرأ جزء من أولها، جزء من أوسطها، جزء من آخرها، ويقرأ مقاطع منها صلى الله عليه وسلم في خطبه كثيرة. فهي لما كانت تسمع هذه المقاطع حفظتها عبر التكرار، وليس بالضرورة أنه كان يقرأها كاملة في الخطبة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في المجامع الكبار كالعيد والجمعة يقرأها لما تضمنت من هذه الأصول العظيمة. ويمكن أن تضيف إلى هذه الأصول العظيمة ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين، ومآل المؤمنين ومآل الكافرين، وأشار إلى ذلك بقوله والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف صحة هذا الذي ورد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الفجر أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بسم الله. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله صاد نون ألف لام ميم حاميم واسين ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره، وقد أسلفنا الكلام عليه في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة كما افترى في هذه الأمة مع افتري ما ماشي لأنه ما جاب نعم افتري كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ المقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، ولله الحمد والمنة، حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله أوردها هنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس، فقال حدثنا أبي قال حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي حدثنا معناها معناها في انقطاع حدثت عن محمد، ما أعرف من الذي فيه انقطاع، حدثت عن محمد بن المخزومي قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال
خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الدنيا مرفوفة عليه، ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض 7 مرات، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا به، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، السماء الثانية مرفوفة عليه، حتى عد 7 أرضين وسبع أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات. قال: وذلك قوله: والبحر يمده من بعده 7 أبحر. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قاف قال: هو اسم من أسماء الله عز وجل. والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الهجاء كقوله صاد نون حاميم واسين ألف لام ميم ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قوله قاف دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف. وفي هذا التفسير نظر، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف وقوله لا خلاص، هذا موضوع جديد، نعم، والقرآن المجيد موضوع جديد. هذا كلام كبير، يعني ما ذكره. قال: وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض. هذا روي عن مقاتل ابن سليمان، وروي عن وهب ابن منبه، وروي عن الضحاك، وأيضا كما سمعتم روي عن ابن عباس من طريق ليث بن أبي سليم. وهذا ليث بن أبي سليم روى عن ابن عباس ما خالفه فيه غيره فيما روى عن ابن عباس أنه قال قاف هي اسم من أسماء الله. وسأشرح لكم المقصود. قاف هذا حرف من حروف الهجاء، قاف صاد نون ألف لام ميم، وهذه من أحرف الهجاء العربي، والكلام العربي مكون من هذه الأحرف، أحرف الهجاء. واختلف العلماء في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم حاميم ياسين ياء وسين وقاف صاد، ما هو المراد بها؟ وهذه المسألة كثيرة، عد العلماء فيها أقوال كثيرة جدا، يعني قد تبلغ 12 قولا ذكرهم بعض أهل العلم. ودائما تراجعها فين؟ في سورة البقرة، لأن من أول ما ذكر العلماء يستفيضون فيها. و الحقيقة أنك لو تأملت ما ورد في الأحرف المقطعة في القرآن لا وجدت أن في الحقيقة أن الذين تكلموا عن معانيها ما ذكروا معاني الأحرف المقطعة، بل كثير منهم كان يذكرها فوائد الأحرف المقطعة، ما هو فائدة الابتداء بالحرف، بس ما تكلموا إيش معنى قاف، إيش معنى نون التي وردت. وخلاصة الكلام، كل هذه الأقوال يمكن ترجعها إلى قولين، كل الأقوال التي قيل. أظن يعني ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير ذكر 6 أقوال أو كذا، وابن جرير ذكر أقوال كثيرة، وابن كثير رحمه الله كذلك. المقصود أنها ترجع إلى قولين. القول الأول من قال أن لها معنى في ذاتها، والثاني قال من قال لها معنى بطريق الدلالة والإشارة. يعني هي في ذاتها ليس، لأن الحرف ليس له معنى في ذاته. طيب، ألف
طيب قالوا لا، إنما هي دلالة إشارية. طيب أنت تقول المعنى، الحرف ليس له معنى في ذلك، كيف تقول القول الأول أن لها معنى؟ قالوا أن لها معنى لأنها مختصرة من كلمة. كيف؟ القول الأول قالوا أن هذا الحرف مختصر من كلمة، يعني قاف تدل على كلمة أخرى، صاد تدل على كلمة أخرى، وهذا العرب تقوله. شوف ابن كثير في الأخير إيش قالت، قالت كقول الشاعر، قالت قاف. إيش هذا الشعر؟ هو قلنا لها قفي قالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. هذا ذكر يعني ابن جرير وغيره هذا البيت، قلنا لها قفي قالت قاف، يعني إيش؟ قلنا لها قفي قالت وقفت. فاستعاض الشاعر العربي عن كلمة وقفت بقاف، ففهم، يفهم من يقرأ الشعر العربي أن قاف هنا معناها وقفت. واضح؟ فحينئذ تكون هذه الحروف كل حرف يدل على كلمة لها معنى، ولذلك قال لك ابن عباس قاف اسم من أسماء الله. فحينئذ تكون قاف تدل على القدير أو تدل على القدرة، وصف من أوصاف الله. صاد أن الله صبور، واضح؟ أو الألف قال الله، واضح؟ حاميم قال لك الحي والملك، فيكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة يدل على اسم من أسماء الله، أو يدل على معنى من المعاني، أو كلمة من الكلمات. واضح؟ الأمر الآخر قالوا لا، إن معنى هذه الحروف المقطعة هو بالدلالة والإشارة، معناها بالدلالة والإشارة وليس في ذاتها. إذن هي ليست، يعني ليست جزءا من كلمة وحذفت الكلمة وبقي الحرف للدلالة عليها. قالوا لا، هي حروف لكنها لها دلالة، لها مراد، وهذه الدلالات اختلفوا، وهذه الأقوال الكثيرة جدا. من أحسن ما قيل فيها أنه للتنبيه، أن هذه الأحرف وردت في القرآن للتنبيه، كأن الله يقول لهؤلاء العرب إن هذا القرآن الذي تسمعونه والذي نتحداكم به أن تأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله مفتريات، هذا القرآن هو مركب من كلامكم العربي الذي تنظمون به الشعر والنثر، وأنتم أهل الفصاحة والبيان. فهذا القرآن ما هو إلا كلام عربي مبين مكون من هذه الأحرف الهجائية التي منها ركب كلامكم، فهو يعجزهم بذلك. يقول لماذا والقرآن من هذه الحروف مركب من هذه الحروف التي تعرفونها ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله؟ ولذلك في القرآن دائما، أظن إلا في سورتين، الروم والعنكبوت إذا ما وهمت، ذكرت الأحرف المقطعة ولم يذكر بعدها ذكر القرآن، وإلا باقي السور ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم جاء بعدها ذكر إنزال الكتاب والكتب. ألف لام ميم صاد في الأعراف، إيش بعدها؟ كتاب أنزل إليك، صح؟ وفي هود ألف لام راء
كتاب أحكمت آياته. ياسين والقرآن الحكيم. طه هي طاء وهاء حرف هجاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهكذا. فهذا من أشهر ما قيل في معنى هذه الأحرف، أنها سيقت للتحدي، سيقت للتحدي. واضح. لكن ابن كثير رحمه الله، ابن كثير هنا ترى أنه رجح القول الثاني ورد القول الأول، اللي هو حينما قال رحمه الله، قالوا في هذا التفسير نظر في آخر الكلام، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، يعني ما يكون الحذف قاف من وقفت أو قاف من القدير، يقول ما في دليل يدل على أن في حذف، لكن نحن نقول أنه ممكن يقال أن في دلالة. تفسير الصحابي رضي الله عنه لهذا. المسألة الأخرى التي ضمنها هذا الكلام طويل، كلام جميل جدا في مسألة الإسرائيليات. وهذه المسألة التي ذكرها هنا رحمه الله، أعلن شبس إلى ثلاثة مسائل: الأولى ما يتعلق بالحرف الهجاء، والثانية المسألة الجميلة البديعة التي نبه إليها هنا رحمه الله، وهي مسألة الإسرائيليات أو المروي عن بني إسرائيل في تفسير القرآن. نحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والحديث في سنن أبي داود وهو صحيح. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يعني فإن كان باطل لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه، إلى آخره من الروايات التي وردت في هذا. نحن عندنا إذن موقف أن المروي عن أهل الكتاب أن يوافق شرعنا فنقبله، يوافق ما جاء به الشرع، طيب فنقبله. هنا في تعبير جاء في كلام ابن كثير رحمه الله، بس خلني أتأكد حتى ما أنسب إليه ما لم يقل: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل. هذه اللفظة تكثر كثيرا عند الأصوليين، وفي كتب الأصول يكثر الشارع الشارع. وأنا دائما أستحسن استبدال كلمة الشارع بالشرع، بالشرع. هل ممكن أحد منكم يقول لماذا؟ مع أنها لكاد يكون إطباق عند الأصوليين أنهم يستخدمون كلمة الشارع الشارع. وأنا دائما أستحسن حتى في التدريس في أصول الفقه، أقول الأفضل أن نستخدم كلمة الشرع من الشارع. نعم. لأن الشارع هو الله عز وجل، فينقل الكلام عن الله عز وجل، وكأن الله عز وجل قد قاله حتما. أما الشرع فقد يكون تأويل أهل العلم لقول الله عز وجل، أو ما نسب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كلام جميل. الشارع يطلق يراد به الله سبحانه وتعالى، هو الشارع. أما الشرع فهو يتضمن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الإجماع الذي يقوم عليه كلام أهل العلم. لا شك أن كلام الله ورسوله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أيضا الشارع، لأن الله هو الذي أخبره بهذا، وأن الإجماع يقوم دائما على دليل. لكن أضبط، أنا ما أقول خطأ، لكنها أضبط وأليق، لسيما أن الشارع أيضا ليس من الأسماء الإلهية التي ورد، وإنما هو من باب الخبر عن الله عز وجل. على كل حال هذا بس يعني اليوم بس كذا فاتحينها شرح يعني، فالتعليقات الجانبية هنا هناك لا تضر. أن نعود إلى كلام، فالذي ورد فيه الشرع أن إذا كان في بني إسرائيل ما رواه عنه يوافق شرعنا قبلناه، وما يخالف شرعنا رددناه. طيب، وما يخالف شرعنا رددناه، وما لا يوافق ولا يخالف
جازت لنا روايته. هذا القسم الثالث، لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. جاء ابن كثير هنا وأضاف قسم رابع، وهذه إبداع منها رحمه الله. ما هو القسم الرابع؟ قال هو الذي لا يخالف الشرع ولا يوافق الشرع، طيب، لكنه يخالف مقتضى العقل، يخالف مقتضى العقل، فهذا يجب أن يرد، كما لو أنه خالف النص الشرعي. وهذا فعلا مثل هذا، إيش قاف جبل محيط بالناس؟ طبعا هذا شيء يخالف العقل. ليش؟ لأن الناس رحلت وذهبت وسافرت وأتت وما رأوا جبل يحيط بالدنيا هذه. ولو كانت الأرض، هذا يدل على أن الأرض جبل وينتهي، الأرض كروية، وهذا اتفق الناس والعقلاء عليه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الأرض في الكرة، فدل على أن هناك جبل وينتهي مساحة الأرض، هذا لا يتصور. هذا العقل يرده، هذا الأثر عن بني إسرائيل. طيب، فلذلك هذه فائدة جميلة جدا جدا من ابن كثير، ولا أدري إذا كان في أحد سبقه إليها أو يعني ذكرها. وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء يتأملون فيما روي، ولهم قواعد، وتبطل ما يدعيه بعض الناس أن علماء الحديث وعلماء القرآن وعلماء التفسير هم ليسوا نقاد، وأنهم يسلمون للمرويات بغض النظر عن النظر في متونها ونقدها. وهذه المسألة الثالثة أو الثانية التي ذكرت في كلامي. المسألة الثالثة التي أحب أن أشير إليها مما ذكره رحمه الله تعالى، أنه أشار إلى رواية، قال رواية ليث بن أبي سليمان، عفوا ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم التي ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره، هذه التي ذكرها ابن عباس أنه قال فيها أن فيها الجبال، وأعلى هذه الرواية، قال أنها ضعيفة. حدثت عن المخزومي، هذه دون انقطاع، بس أيضا رواية ليث بن أبي سليمان ضعيفة، فهذا الرجل ضعيف، وهو كما قال أحمد روى عنه الناس لكن ضعفوه، وروى عنه بعض الأئمة وذكرت روايته في كتب التفسير، لكن العلماء اتفقوا، كانوا متفقين على ضعفه، وأنه مختلط اختلاطا كثيرا، واختلط يعني عليه الأمر في رواياته، وضعف حفظه، حتى يعني ذكر أنه كان يخرج أحيانا يعني في الصباح في منتصف النهار على المنارة يؤذن، يظن أنه دخل الظهر، أو مثلا في وسط والنور بارز يؤذن يظن دخل المغرب، اختلط عليه الأمر، وذكروا شيئا من أحواله في الاختلاط. طيب، ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ شوف ابن كثير ترى محدث يعني بارع، راح أشار إلى رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التي ذكر فيها ابن عباس أن قاف إيش هي؟ اسم من أسماء الله، كنون، طيب، أو صاد أو غيره، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أنها تدل على اسم من أسماء. فأراد أن يقول لك أن رواية علي بن أبي طلحة هذه عارضت رواية ليث بن أبي سليم، ولما كان ليث بن أبي سليم هذا ضعيف، وهذا الضعيف إذا عارض ما هو من ثقة، فإن هذا يدل على أن هذه الرواية منكرة مردودة. والذي يفهم في سياق الكلام يجد أن ابن كثير رحمه الله أشار بس إشارة خفية جدا إلى هذا المعنى، لكن هذا صحيح. علي بن أبي طلحة هذا
لو أحدكم مثلا شوية متوسع في التفسير يمكن يعترض علي، يقول لي يا شيخ هل علي بن أبي طلحة هذا لقي ابن عباس؟ فالجواب أنه لم يلقى ابن عباس. طيب كيف يا شيخ؟ يعني ألا تكون هذه الرواية ضعيفة منقطعة؟ لأنه لم يلقى ابن عباس، وهو يقول قال ابن عباس، وما أكثر روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا محب هي رواية يسمونها علماء الحديث وجادة. إيش معنى وجادة؟ هي صحيفة كتبها مجاهد، أخذها من وجدها وأثبتها علي بن أبي طلحة، فيها روايات مجاهد عن ابن عباس. وأنتم تعلمون أن مجاهد من أثبت الناس في ابن عباس، أن مجاهد من أثبت الناس، لأنه عرض القرآن على ابن عباس 4 مرات، قرآن كامل من أول إلى آخر يسألوا عن كل آية، وابن عباس يفسر له، فهو وجد هذه الصحيفة. لذلك كان أحمد يقول إن في مصر اللي فيها علي بن أبي طلحة صحيفة مجاهد، هذه يقول يعني تستحق أن يرحل الإنسان إليها، يستحق الإنسان أن يرحل إليها ليدرسها أو يأخذها عن يعني يسمعها سماعا ويرويها بالرواية. ومما يدلك على أن العلماء الحديث مع الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس قبلوا رواية، ليش؟ لأن كل الانقطاع بينهم مين؟ مجاهد. فقالوا حيدنا الثقة. ولذلك يعني تجد ابن البخاري رحمه الله في صحيحه لما يذكر المعلقات وغيرها عن يعلق على ابن عباس في كتابه الصحيح، يأتي دائما برواية علي بن أبي طلحة هذا. طيب على كل حال، هنا تنبيه أن العلماء في تعاملهم مع أسانيد التفسير يتعاملون معها بطريقة غير أسانيد الحديث، كما أن أسانيد القراءات غير أسانيد الحديث أيضا في التعامل والقواعد. فمثلا من القواعد التي يراعيها أهل العلم بالتفسير حينما ينظرون في روايات التفسير، ينظرون إلى اختصاص هذا المفسر عن هذا، يعني هذا التابعي ضبط روايات هذا الصحابي فيقدمون روايته على غيره، يعني يعتبرون قضية ضبطه لهذا الراوي، يعتبرون أيضا مقامه في التفسير وتخصصه ورعايته له، كما أنهم يعتبرون مقامه في القراءة وإتقانه للقراءة، فينظرون إلى جهة الرواية وإلى جهة الإسناد. وهذا باب يعني يذكر يعني له مجاله في علوم التفسير وأصول التفسير ومرويات التفسير، لكن ينظر في مراتب هؤلاء المفسرين، وهذا علم في ذاته، ينبغي يعني أو لمن أراد التخصص أن يعرف كل صحابي من هم المتخصصين في الرواية عنه، وكل تابعي من المتخصصين في الرواية عنه، ويعني ضبط هذا الباب فن. ولذلك يستفيدون من هذا في الترجيح، مثلا تجد عن مجاهد روايتان في التفسير، تجدهم يرجحون رواية على الأخرى، ليس فقط من النظر الحديث البحث أو الإسناد البحث، بل أيضا بالرواية نفسها ومن الراوي وحال الرواة عنه وغير ذلك من المعاني التي يعني ينظر إليها أهل التفسير وعلماء التفسير. أظن أن هذه هي أهم المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا، بس يعني أطلنا عليكم، لكن نقف إن شاء الله تعالى و
الواحد يحس قلت يعني ما قرأنا شيء بس قاف، لكن فيه بركة إن شاء الله. وإن شاء الله أعدكم الدرس القادم يكون فيه نوع من الإسراع والإفادة من كلام المؤلف رحمه الله، لكن لأن إحنا ما قرأنا شيء في التفسير من قبل وعلومه وكذا، فكانت التعليق والاستطراد أحيانا مفيد ينتفع به الإنسان إن شاء الله تعالى فيما يعني يقدم من أحواله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.